السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم بخير كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الوصفه ديال العشاء اللي كتجي سهله بزاف وبمكونات بسيطه نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير اول حاجه خديت هنايا كسرونه درت فيها كميه ديال الماء ودرت فيها نص معلقه كبيره ديال الملحه غادي نحركها ونخليها حتى كتغلى ونعاود نرجع معكم من بعد ما غلى ليا الماء غادي نضيف ليه هاد النوعيه ديال لي بات نتوما تقدروا تستعملوا اي نوع متوفر عندكم صافي غادي نخليها حتى كطيب وكيضاعف الحجم ديالها وغادي نصفيها من الماء من بعد ما طابوا لي بات ديالي وصفيتهم من الماء خديت كميه من داك الماء واحتفظت به وخليته على جنب خديت هنايا مقله درت فيها كميه ديال الزيت تقريبا ربع كاس غادي نضيف عليها بصله متوسطه اللي قطعتها طريفات صغار غادي نضيف عليها ربعة ديال الدروس ديال الثومه صغار الا عندكم كبار ديروا غير جوج راه كافيين غادي نخليهم حتى كيتشحروا مزيان وكتدبل ليا ديك البصله غادي ناخذ هنايا نص زلافه كبيره ديال مطيشه انا كنطحنها وكنحتفظ بها في المجمد نتوما الا ما عندكمش مطحونه حكوا جوج مطيشات يكونوا متوسطين في الحجم ما يكونوش كبارين بزاف وغادي نضيف نص زلافه كبيره ديال الماء اللي, اللي سلقت فيه اللي لي بات اللي قلت لكم خليته على جنب واحتفظت به صافي طيب غادي نحرك كل شيء مزيان غادي نضيف الكريمه الخاصه بالطبخ تقريبا هذه فيها كاس ونص غادي نحرك كل شيء مزيان وغادي نبدا نضيف التوابل بالنسبه للتوابل اول حاجه غادي نضيف هي الملحه غادي نضيف نص معلقه صغيره ديال البزار غادي نضيف معلقه صغيره ديال التحميره اولا البابريكا صافي غادي نحرك كل شيء مزيان ونخلي ديك لاصوص ديالي حتى كتعقد مزيان من بعد ما عقدت ليا لاصوص شوفوا كيتبدل اللون ديالها وكتولي ثقيله غادي نضيف ليها لي اللي سلقت في الاول غادي نحركها مزيان وانا باقا على البوطه غادي نضيف عليهم كميه ديال الفرماج الحمر مخلطه مع الموتزاريلا وغادي نعاود نحرك كل شيء مزيان حتى كيدوبو وهذا هو الشكل النهائي ديال لي شاركت معكم اليوم كيجيو كي معلكين ولدادين بزاف مع في زينتهم بشويه ديال القزبر المعدنوس من الفوق وكيف مشتوا شفتوا معايا وجدناهم غير في ثلاثه ديال الدقائق وكنتمنى ان هذا الطريقه اللي شاركت معاكم تنال الاعجاب ديالكم وما تنساوش تخليوا لي ريجيم ديالكم والتعاليق ديالكم شكرا لكم على المتابعه الى اللقاء